السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا نتكلم عن القطعه هذه المركبه مثل ما تشوفونها. كبدايه انا عندي دي القطعه اللي كنت استخدمها، ممتازه ما فيها شيء، لكن يعني اكثر الوقت اللي استخدمها احتاجها في البيت. فاذا ركبتها واستخدمتها احيانا اروح الجامعه ما احتاجها، مثلا اس دي بركبها هناك. فالمشكله مثلا احيانا اخذ الكاميرا معاي فلازم اخذها معاي. ف هي حلوة وممتازة وتشتغل مع جميع الأجهزة، لكن عيبها أنها ما بمركبة في نفس الجهاز. لكن ذي القطعة اللي عجبتني استخدمها لي تقريبا أسبوع الحين، ممتاز وخلاص بنساها في الآيباد، خلاص مركبة في الآيباد جاهزة مركبة ما أشيلها، وخلاص يطلع لي القطع كلهم اللي أحتاجهم. يمكن أشياء أصلا ما أحتاجها ولا راح أستخدمها لكن موجودة أوريدي. فاللي عجبتني أن هي مصنوعة خصيصا، يعني شكلها خصيصا جاي حق الآيباد برو، تركب على الآيباد برو 12.9 او ال 11 على اي ايباد، وبرضه تركب مع الغلاف. اذا كان ما عندك، اذا كان ما تحتاج الغلاف او تبي تشيل الغلاف، تقدر تشيل ترجع القطعه هذه جايه معها قطعه تركبها فيها وخلاص تصغر وتقدر تركبها بالايباد. فانا ركبت الحين مع غلاف ابل الرسمي اللي بالكيبورد، وبرضه عندي سكرين حاط حمايه قدام، ركبت مضبوط ما فيها اي شيء. فالحين خلاص اقدر برضو استخدمها في اليو اس بي، اركب اليو اس بي، اركب الاتش دي ام، الاتش دي ام اي يعطيني 4K على 30 فريم او 2K 60 فريم، اركب الاس دي، اركب المايكرو اس دي برضو. اقدر اخلي مثلا اشتري مايكرو اس دي واخليه هنا جاهز على طول كله مركبه، خلاص بالفايل اخلي عندي الفوتوز وكل شيء. فمثل ما تقول كاني مسويت ذاكره خارجيه في الايباد، الايباد تدرون ما يجي في ذاكره خارجيه، فاخليه يس دي واحفظ فيه كل شيء، فيديوهات، الافلام انزل فيه واخليها مركبه على طول، واقدر افصلها واركب الكمبيوتر انزل افلام ارجع اركبها هنا واخليها. فحركه حلوه جاهزه هنا مركبه وما راح تبين برضه ركبتها. اليو اس بي الاي موجود، عيب ان الفيرست جنريشن 3.0، فتمنيت ان السكند جنريشن بس بيكون غالي الكل يعرف. شيء حلو. فلو نتكلم شو القطع اللي موجوده فيه، في مثل ما قلت لكم يو اس بي 3.0، في الاس دي ريدر حق الكاميرا، في المايكرو اس دي، في 3.5 في الهيدفون جاك، في اليو اس بي سي، يعني اذا ركبتها هي وخلاص مركبه في اليو اس بي سي ما راح تفقد المدخل، اليو اس بي سي موجود عندك هنا وتقدر تركبه وتشحن برضو وبسرعه كامله يعطيك اياها. فحركه حلوه. تمنيت انه في يو اس بي ثاني برضو، يعني وانا ما ابي افقد المدخل هذا، اعطاني اياه اوكي بس اعطوني مدخل ثاني، مثلا اقدر اشحن في اليو اس بي واستخدم يو اس بي ثاني. لكن شيء حلو، ليش خلاص ما نبي نزيد عليهم ضغط. سويت القطعه ممتازه يعطيكم العافيه. طبعا القطعه مثل ما قلت لكم تشتغل على الايباد البرو الجديد، فحين البرو صار صح برو بالنسبه لي، قبل اوكي برو بس انه الحين خلاص برو. شيل الاس دي وركب الاس دي على طول هنا. ما اقول لكم ما تشتغل على جهاز ثاني، تشتغل على اي جهاز في يو اس بي سي تركبها تشتغل عادي، لكن الشكل حقها والتركيب في الايباد برو افضل، لانه خلاص سلايد. فاذا كنت تحتاجه او شخص موجود يمك عنده ماك بوك او عنده جهاز في يو اس بي سي، تقدر تركبها في اي جوال حتى اندرويد، تقدر تفصل القطعه وتركبها في جوال او في اي جهاز وتشتغل عندك القطعه عادي، لكن ما راح تركب في الجهاز لانه كاستم على الجهاز هذا. بس تقريبا هذه القطعه موجوده في امازون، سعر القطعه تقريبا 70 دولار، يعني 67.90 سنت. ما ادري هل موجوده في الدول العربيه ولا لا، لكن ما ادري والله. فاللي يحتاجها او اللي يبيها يقدر يسوي لها سكرين شوت يصور الشاشه، فصور الشاشه وهذه القطعه وهذا اسم القطعه. اوكي مضبوط خلاص. ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم. ومثل ما قلت لكم ما بلازم ذي القطعه، تحتاج مثلا قطعه يو اس بي سي الى يو اس بي اي بس، فعلى حسب كل واحد وحاجته. تحتاج قطعه فيها الايثرنت انترنت، على حسب كل واحد وحاجته. في قطع كثيره، في قطع تبدا من 10 دولار، في قطع توصل لك الى 100 دولار، فعلى حسب القطعه اللي تبيها. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه مثل ما قلت لكم، نشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم. السلام عليكم.